لموسى يا رجل يا لموسى انت فين؟ تعرف اذا فوت عندي من هنا يا بيه لموسى يا دبيس نبي من العرب هذا متر سير وزع امسك يا سمور. ايه دول؟ حقك يا حبيبي، ربنا يبارك لك فيهم. هو انت عندك كام سنه؟ انت تديني كام سنه؟ لا مش عارفه، قول انت. والله يا بنتي اذا كان على السن فمحدش يقدر يعرفه. يعني عندك مثلا انا احسب لك الايام السوداء، الايام السوداء كتير 7000 سنه، يعني تقدري تقولي انا الحضاره. أنا التاريخ، إنما ماذا كان على الأيام الحلوة فعددها مقلولة، يعني أنا بنت امبارح. برضه أنا ما فهمتش حاجة، عايز أعرف بالرقم عندك كام سنة؟ بالرقم؟ أم آخر واحد يعرف الحكاية دي الحميد بتاع أبونا الله يرحمه. كان قايل لي آخر مرة الله يرحمه إن أنا عندي 63 سنة. الله يرحمه، طب مات إمتى؟ من 70 سنة. 70 سنة كان عندك 63 سنة ازاي؟ بكتير. انت هتقولي عليا ولا ايه؟ تقولي عليا؟ انا كنت حكاية بس ان انا كنت محافظة على صحتي. شوف رغم السن ده طول عمري محافظة على صحتي. اصحى الصبح اروح جاي الريق كده اروح ضارب علبتين سوبر وبعدها بقى حتة ليا قد كده وراها بقى بومبار وسجق ومحشي وكل اللي بيعملني كنت باكله في قلب البيت. كنت فتنس. الله يرحمك يا فرامي، لو كنت عايش كنت وقعت فرامة. ايوه امال ايه؟ وصوتي بقى صوتي لازم امرني كويس، لاني كنت بعمل واجبات في علب العزا بتاعت النسوات، النسوات لما كانت بتموت. اللي اصل بصي التعديل ده، التعديل ده دي بلاصه، وانا صوتي كان حيان، كنت اخش على السوان من دول واروح رايح بس تلاقي كل السوام راح قال ملك بس عطت جد بس انت بتعرف صوتي؟ متعرفيش صح؟ افرضي افرضي جدك مات تعملي ايه؟ لازم تصوتي صوتي كده قولي كده يلي ويتي صرخي صرخي يا لميس، هو ده التطهير اللي على اصوله. انت ايه يا طاطا؟ بني ادم مخلوقه من طين زيك. يلي ويتي العوي الزرات بقى ووووي نفسك حلو يا بت، تنفعي تغطسي وده حلو. تبصي ايه؟ ابصي بقى. ايوه لازم بقى تتدربي على ثلاثه دول، زغراتي وصوتي وروسي. ماشي اصوت الاول ولا ذا؟ شوفي احسبيها زي ما انت عايزه. يلي ايوه مش قادر. بلاش انت يا لميس، بلاش انت. لا 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 انا مش عايزه ارد، رد انت يا قطاطا. ده مين ده؟ ده بعد اذنك الو. مساء الخير يا هانم. بس اذنك يا لموسه. ماشي. صدقني معايا. معايا؟ مش هزاو. 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 من معايا؟ أتطهانم معايا؟
Who's your king? أنا دكتور إسماعيل جزرة. جزرة؟ صديق عباس وبشرف على علاج لميس. وأنا قطعت عدو لجود العباس وعبي البيت وبعليك برضه لميس. وجودك معاها هيرجع لحياتها البهجة والسرور اللي اتحرمت منهم سنين. بنص الكلام ده بقى، انت قديم قوي، اسمك ايه؟ من زمان يا هانم، من زمن الحب العذري والعواطف الجياشة. اللي حصل كده اللي فيه في كيميكا. ايوه بتكلمي مين؟ لا مفيش حد. بقولك ايه، افرض احسن اختي الكبيرة جت. افرض يوم ده افرض باي. يا سلام يا قطاطة، رجعتيني تلميذ تاني. كنت بتكلمي مين يا خلبوسة؟ امرأة غلط. تعالي يا دكتور. صباح الخير يا روح قلبي. صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا لميس يا حبيبتي. صباح الخير يا انكل، ازاي حضرتك؟ اتفرج بقى، شوف قول رايك يا دكتورة. بجد؟ لميس رسوماتها بقت متطورة جدا. دي حاجة فخيمة خالص. فخيمة دي تبقى عباس، هي حصلت انك تجيب سيرة ست الوالدة؟ يوه، ما تطلع بره. حاضر. يلا. وبعدين يا دكتور، انت لازم تتصرف في المصيبة دي، لازم تتصرف. فعلا عندك حق يا عباس. أنا بفكر أروح لخالتي وأصالحها على أمي، دول مهما كان إخوات يا راجل. يا راجل إيه؟ أنا بتكلم على البيت. البيت اللي قطاطة كلت دماغها بالشخصية اللي بتحكي لها عنها. ده شيء إيجابي جدا. معنى كده إن الخطة ماشية مظبوط. مشاعر البنت اللي كانت موجهة بالكامل لذكرى حادثة باباها ومامتها، جزء منها تحول للاهتمام بشخص تاني. طب ده نسوة عربية ولا دكتور؟ أنا بتكلم على البنت، أما مشاعرها تروح مع الراجل ده، أنا ضامن ده مين؟ ده شخص في خيالها، في رسوماتها. الله، اعتبره حلم. حلم يا أخي. طب أنا تضمني الشخصية دي بتاخدها وتروح فين؟ بخرجوا الساعة كام؟ بيرجعوا الساعة كام من الحلم؟ ها؟ عباس، ما فكرتش تعرض نفسك على طبيب نفساني؟ أنا أعرف واحد صديقي ممتاز. خالتك؟ طب أنا مش قاعد لك، أنا عندي شغل في العيادة ورايح للمرضى بتوعي. يا مريض؟ جدو. عيون جدو. كنت عايزاك يعني كده في موضوع صغير. مريض يا حبيبتي. حاجة بخصوص قطاطة. يا دي قطاطة واللي عمله قطاطة، وبعدين حاجة بقى؟ مفيش حاجة يا جدو، يعني مالك متعصب كده ليه؟ أنا بس عايزاها يعني تفك عن نفسها شوية، الست دي غلبانة قوي على طول قاعدة معايا كده في الأوضة. يا حبيبتي تفك عن نفسها؟ دي مجرمة. تفك عن نفسها إزاي؟ أجيب لها عريس؟ ولا ألعب معاها كاندي كراش؟ لا خالص، أنا ما أقصدش، أنا أقصد يعني إنها تخرج تشوف الشارع. أنا ممكن أخدها نلفلف شوية بالعربية وأرجعها تاني قبل ميعاد السجن. يا فرحة أمي بيا، اتفسحيها، دي مجرمة ومجرمة خطيرة كمان. قسما عظما لو جبت سيرتها لرجعها السجن على طول. على فكرة يا جدو، الست دي مظلومة. لو أنت بتفهمي قوي، السيرة دي مش عايزة أسمعها تاني، فاهمة؟ طيب أنا هقول لبابا وماما. بابا ماما. الو، اذا ده اول مره اخرج واقعد العربيه جنب الشباك. ربنا يستر يا قطاطة، ده انا مخرجاكي من ورا جده. ابو علي، هنروح فين يعني؟
نلفلف شوية بالعربية وخلاص. تعال نروح نجيب قهوة. قهوة؟ نجمة. نشرب قهوة فين؟ فين؟ أوديكي فين؟ تعال نروح عند كوسكا كافيه. كوسكا كافيه؟ أيوة كوسكا كافيه. طيب هنروح بس ناخد الحاجات تيك أواي. نجمة؟ ناخد تيك أواي يعني زي الدليفري كده. يعني هنشرب قهوة في الآخر؟ أيوة هنشرب قهوة. خلاص بقى هنشرب قهوة خلاص. أنا حتى هناخدها في الوريد. طب بقول لك ايه يا طاطا؟ ماشي. ما تحكي لي كده شويه في الحدوته على ما نوصل كوسكي كافيه. حدوته هيكون ايه يعني غير الليمبي؟ حبيبي اهو فين؟ اهو جاي هناك راكب مكنه الاسبريسو. فازاي؟ فازاي انتوا تسمحوا لنفسكم اللي يحصل كده معاكم؟ اخش عليكم ادعكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي. لا لا وليه؟ يعني لا وليه الاثنين في نفس واحد؟ لا وليه؟ ليه؟ هل انتم حيوانات؟ هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟ لا طبعا. لا انتوا انسان. انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرصيس. فلاحين انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسألكم سؤال. افرض ان الظروف ما سمحتش انه الليمبي يبقى الزعيم بتاعكم. بلادي افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ انت كنت هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا اقول لكم انتوا كنتوا هتعملوا ايه؟ ولا حاجه، لان انتوا منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا الاثنين برضك مع بعض. اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف، انتوا اخرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق. كلامك حلو. يا سلام. يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقسه ايه؟ فلقسه ايه؟ فلقسوف يا جاهل. ده زعيم وفلقسوف. عاش الزعيم الفلاسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلاسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني ايوه احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللاتو والعجن دي كلاتو. احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سيدي الاستاذ ليمبي؟ لا لا الا الله. حكايه المشانق دي جات لنا على الطبطاق. ايوه قولي ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني قلنا احنا شنقنا نفسينا. ايوه على قولك عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما برضه من الاجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بيشتغل ايه؟ عمده بلدنا. بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا لمبي انه نهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا عمرو. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. حبيبنا عمدتنا. الليله. ايوه. ليلتك بقى. الدبايح والرقص والمغنى. واني هقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت. ايوه. اني اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله. الحمد لله. يا اما اراجوز. يا اما زعيم. ايوه ايوه انا زعيم بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد الفرحه حلوه. ايوه ادعوا العمدة ادعوا له. يخرب بيت ابوه. كمان ادعوا له. يخرب بيت ابوه. يا سلام شايف محبه الناس يا عمده؟ ايوه يا شيخنا هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يدومها عليك نعمه يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. السلام عليكم. ادعوا له ادعوا له. يخرب بيت ابوه. ادعوا له ادعوا له. يخرب بيت ابوه. هو احنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام.
فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 انتوا ايه؟ معلش معلش كلام وده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات لا ومش كده وبس لا. تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. ايوه عشان 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 بلدنا يتحط على دماغنا. ايوه ما فيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. صح كده؟ لا يا نعم كلامك صحيح. انتوا ما تستنوش النبي كزعيم كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قلب الجلوط ده ما يصحش طبعا. طبعا يلا بنت جرمش يا دم عايز ايه يا بنت؟ اني فتحيه. ايه ده؟ فتحيته بس مش كده؟ طب قلت عشان اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. ها؟ عايز اطور من الطينه. ايوه ايوه واجب اطور من الطينه. احنا مستنيين والله زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجي عشان تاخد فلوس في التهزيق. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سلبي الحاجات دي. سلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسه؟ ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقيه. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ آه. طب ده انت لازبا ولابد تتغندر وتبنجي قدام اهل البلد كلمتها. اشحال ابا كانتش الهاسل والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه ابا ليه زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. آه. فهمتني؟ ايوه فهمتك صحيح. وراء كل رجل عظيم لحنية. الله قولي يا سيلبي. ايوه. هي ايه اللحبية دي؟ عم تقولي لحبية لحبية شكلك بتعكسني. يا بنت هو انا شادين بك الا اللحنية بتاعتك. سابع؟ سابع فين؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ اه ايوه ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بيك قد ايه؟ رأس وبغنى وبزيكي. ايوه احنا نقعد نزغط بزغطهم. اه طبعا هوا بقى وهو وترت ترت ترت اوبا ايرتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البس العبيط البت دي ولا ايه؟ بدك انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل. ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا رافع راسنا. ايوه يا رافع راسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة أيوة. يا اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقولك وحياة ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير الهدوم دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار العمدة غير هناك. لا 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 عمدة لا. انا عايز حته تانية مكنفه كده اداريه. عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعه الغفير هناك. بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هخش اكل. انا هخش اغير كده. لا لا مش من مقامك. يلا يلا. لا زعيم الا انت يا عم. يلا بقى. لا زعيم الا انت. عندي بدل تسقيل قوي. السلام
حضرتك. اهلا اهلا يا حبيبنا وحبيبنا يا بطل. حبيبنا 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 حبيب البلد كلها. الله يخليك والله حبيب البلد دي كلها والله. الله يخليك يا بطل يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي ملى الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغل العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب الخدمه الشريفه البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله احمد هيبنا انا على شرك شرك. حلو يا اخوي خبريه واحد يعني مش قد المهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال. يا بطل يا حبيبي يا مشرفنا والله. والله البطل ده ما يقعد الا في حال. هنا وهنا ايوه 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 أنا خديك مش كده. أنا جنبي وجنب المأمور. تعالى المأمور الباشا. جناب المأمور اتفضل. ده ظابط جديد؟ قديم قديم كبير. أهلا وسهلا. اتفضل يا عندك. اتفضل نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك الله يخليك يا رب. البيض يا بت. البيض يا بت. البيض والذبايح والهبر والطعميه. لا انا ما بحبش العجه يا عمده. ده احنا نذبح لك نعام. نعام والله ربنا ينعم عليك. فين الزمر وفين التمر؟ ما انا ما بحبش التمر انا. انا ما بحبش التمر. لا 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 مش التمر الطبل. ما بحبش التمر انا ما بحبش. ايه النص ده عبيطه ولا ايه؟ شكلها كده والله. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بين. ايوه الرقص والمزاج والسهرانه. دوق يا مسيكي. ثاني. انت بص انت العلاقه في وسط النواشي اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين خلي بالك. يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البت اللي زي لهضه القشطه دي. لا كله اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عاتب والله والله عاتب. عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف.
مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه خزعتيني كده ليه؟ حلوة قوي يا عمري. ايه هي مين دي اللي حلوة يعني؟ الليلة. الليلة يا عمدي. ايوه ايوه الليلة. الله يحزك يا ما تدري. ما تروحي تشوفي الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمدي. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. والنبي زعيمكم يعني عايز اعمل ببي. يعني ايه ببي يا زعيم؟ ايه يعني ايه ببي يا زعيم؟ ببي يعني انا عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف؟ يعني انتوا بتعملوا ببي؟ خلاص وصلت. عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني حمام. أيوة. يا أيوة. فتحية يا ستي. أيوة. فتحية انت يا بنت يا فتحية. وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام. ها ايوه انا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. اتفضل. بعد اذنكم يا رجاله. اتفضل يا زعيم. واد يا علوان امر يا عمدي. هريسه متامن يا ولد. امان الامان يا عمدي. حط في بطنك بطيخه صيفي. طب غرجتك ده يا فمك. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة، هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو. قولي الأمر. أيوة أيوة يا شيخنا. الحنية فتحية. أنا أطلع لهريسة إزاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك بالدياني. دبانة؟ دبانة في كتفي هيسرقوها. دبانة إيه يا سليب بالدياني؟ الديانة بتربصين له في كل حتة. خليك بستحرص. أيوة هغني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك أنت السلب ده. السلب أهو. أه ده اللي جنبه ده. هتطلع في البين. في شبال. في البين تاني. في شبال. في فوق. في تحت. في بطلة. في بي في شبال فوق. يلا 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 يلا. خدي ده انا عامل لك مفاجأة مش هتتخيلي. الصيف كله هنقضيه في الساحل الشمالي. هنتدلع دلع. نركب مراكب بقى وناكل بنانا بوت. يعني ايه ناكل يا جدو؟ بنركب بنانا. قصدك نركب بنانا بوت؟ بصراحة يا جدو الخروجات دي مش هتنفع دلوقتي لأن أنا مستنية قطاطة وحشتني نفسي أشوفها وأسمعها. أنا مش عارف أقولها لك إزاي. مش هينفع تشوفي قطاطة. ليه يا جدو؟ ده أنا كنت لسه عندها امبارح وكانت ما شاء الله كويسة. إيه اللي حصل لها؟ مضاعفات. طب وخلاص هقوم ألبس وأروح لها. تروحي فين؟ تمام إنها سايبة عشان امبارح خرجتي ومن غير إذني. فاهمة ان مستشفى السجن دي اي حد يدخلها اي حد يخرجها. عيب عيب يا لميس. وبعدين انا بصراحة مش عارف اقولك ايه يعني. خايف اقولها لك يحصل اي حاجة. قطاطا حالتها بتتدهور. ايه اللي انت بتقوله ده يا جدو؟ بس تقريبا في يعني في النزع الاخير. مين عليك يا قطاطا؟ عادش دي ملهاش اي حد خالص في الدنيا. انا قلبي وجعني عليها يا جد. هنعمل لها ايه بقى؟ احنا كل اللي في ايدنا ان احنا نقرا لها الفاتحه. يلا. ما نجيش في حاجه وحشه يا عواطف. خير اللي اسمها قطاطا شرفت. قطاطا خادمة اللذات ومفرقات الجمال. جدع يا واد امال بجد ما بيطلعش دخان ليه؟ لا انا هظبط لك الحق. ده جلوكوز يا ام قطاطا يطلع دخان. ايه الله ده فين يا واد؟ احنا في الفيلا بتاعت خباز باشا. قطاطا قطاطا محمود يا حبيبي. ازيك يا محمود؟ وحشتيني. انت جميله يا حبيبتي. انت كويسه؟ الحمد لله. يا اختي الوليه ام سبع ترواح دي اللي داخله علينا بجلوكوز.
ومحلولها. يا ولاد انت بتزعق كده فجأة من قلب الأرض كده وعاملة زي البتاعة دي كده. انت لسه زمنتي بيها؟ وإيه اللي هيغيرني؟ مش هرد عليك يا سيدة القصر. أيوه. الله يعافيك. أهلا موسى. الحمد لله يا طاطا برنامج. وحشتيني يا عيون يا طاطا. أنت كمان أهلا 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 يا طاطا. ازيك يا عباس بيه؟ لا مؤاخذه يا سعاده الباشا، ازعجنا سعادتك يا باشا والله، بس اما قطاطه قصرت وهي مدهوله كده تيجي تحكي الحكايه لست لميس. والله طبعا ما هي لازم تحكي ولازم تقعد، ما هي قاعده في رقده الفردوس. ما ده؟ نعم؟ وحسيني والنبي وحسيني يا عباس بيه. وانا انا مبسوط قوي اني شفتك. يلا ما انا والله حاسه كده بتعطيع وشك بتقول انك انت مبسوط قوي. انا امسك الواد اللي يلا يلا تزقوها وتحرقوها من على السلم وخلصوا. بيئه ودوكا انا هنا سيدة القصر. سيدة القصر طبعا. اتفضلي انت. ده عايز اكل الاول. ايه؟ عايز اكل الاول. اقعدي طيب خدي نفسك. خليك خدامة اللي ورا دي تجيبلي اكل. يا ولدي لمي نفسك انت المحلول في ايدك. طب انت راكبة وراك يا ابني في موتوسيكل ليه؟ تعالي انا. عايزة ايه؟ هاتيلي جبنة رومي وهاتيلي لحمة ورز وملوخية وبطاطس. ايوه ويلي وعدس. ايه؟ عدس كده بجد. هات لها كل اللي هي عايزاه يا عواطف، دي صاحبة بيت. اه صاحبة بيت، احنا اللي ضيوف. مين هياخدك؟ الحمد لله انك كويسة يا قطاطة، ده جده كان بيقول انك بعد الشر بعد الشر بتموتي. لا؟ أموت؟ أنا ما أموتش. قطاطة ما تموتش. أنت شر يا عباس؟ أنا؟ بس أنا زعلانة منك عشان أنت جيتي على نفسك عشاني وأنت تعبانة. يا حبيبة قلبي، أنا لما بموت. لان لو بموت كده روح هتربرب كده وتفضل تطير 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 وهوب تروح حتى عصيرين عندك وتكيكي حدوته يا قط يا حلو يا بطة يا قط يا قط يا حلو يا كدوته يا حلو يا بطة. عارفة يا موسى لو خرجت حتى بالسجن برضه هرجع اقعد اقعد معاك هنا ماشي؟ انت فاهمة انك هتيجي هنا تاني؟ جدو بقول لك ايه؟ احنا بس عايزين نقعد بعض وحدنا بنات بقى قاعدة مع بعض عباس. يلا يا عمامشي شفتنا الاكل يلا. يا عباس بتضحك عليا يا عبيط انت؟ لا فيش حاجه. يلا قدامي. اوامرك يا باشا. شفت انت قلت له عباس اجري شوف الاكل. احكيها في السجن بقى. ويشنقني. بس ده احكيها في السجن في دحو. دحو كده بس المساجين الوسخه اللي اسود هناك ماشي؟ طب انا ماشي. اما قطاط عايز حاجه؟ ده يا حبيبي على السلامه روح. طيب يلا يا زفت. ايوه يا باشا اتحيلي. ربنا ينتهي منك يا ابن روح. يا قطاطه تصدقي ان انت وحشتيني انت وهو. انت وهو؟ طب هو وانا عارفاه. انت بقى تطلع مين؟ يا قطاطه انت واللمبي. انا بعتب معاك يا عم انت وحشتني يا بنت قوي. اللمبي يا حبيبي يا لمبي. جاي من الخضار من الاكل وجاي اهو. بس بقى انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايب؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايب؟ ايوه طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر او اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. ألف بركة. ده كمين ده ولا ايه؟ اسمعيني بس يا مقتدري، الكلام أخد وعطى. أنا حبلوز البيت اللي اسمها فتحية ديت كوعاء ليس إلا تخلف الواد ويبقى باسمك. بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شانيه بقى حاك ومن كلامك البكاش ده يا عمده. اني عارفاك اني خبزاك ووكلات وهضمات. اطلع من دول يا عمده هشك بشك. ايه ليه ده كله يا مقتدري؟ ليه ده كله؟ الله واني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك العز والأملاك بسم الله ما شاء الله اللي حوالينا وتحت يدينا والأراضي والمواشي دي كلها هتروح لمين في الآخر؟
لاخويا ابن امي وابويا هيورثني وهي دي صله الرحم. لا في رسنا لا، ارضنا ما تخرجش برانا ابدا. يعني اني هبقى ام الواد وبورق رسمي مكتب الصحه في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلتي ايه؟ موافقة. حلو بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوقة. اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه يا دي الواد؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمده اللي اهل البلد عملوه زعيم. اللمبي واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطايه يا عمده، بطايه البلد فتحيه بنت حسان يا عمده. يا فتحيه ما تمت خدها اللمبي وطار. يا اهلا يا زعيمني. اتحشمي يا وليه وخش جوه. يلا خش جوه. عندتنا وحبيبنا. اهلا 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 والف مبروك. الله يبارك فيك. انا لقيتك اتاخرت، المفروض ان انت كنت تيجي تبارك لنا. ها وبعدين اتاخرت فقلت بقى لا، قلت اروح وانا جاي على هنا بقى انا والناس والمعازيم كلهم ونيجي بقى ان انت ابوها بقى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. احنا خلاص، احنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى اكل وعيش وملح وعيشه مع بعض، بقينا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ اللي بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوها الكبير؟ اه. وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي حط ايدك في ايده يا عمدة. قول وراي. لا انا عارفها دي، زوجتك لنفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟ يلا الف مبروك، تعالى معانا بقى. يلا بقى لعبة وحشة من غيرك، تعالى بقى. هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا. عرسنا ليلتك جميلة والكرم زايد، يا بنية حلوة وجميلة والغرام زايد، نقيت وجبت الأصيلة والأدب، الأدب زايد. والدك وعمك وخالك يسوا ناس ألوفات.
بعدين الله يكرمك. سألت ربي البرايا يحرسك من عين. الحر عند اللزوم تلقى وراه الوفات. الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب. الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب. هو دعانا لفرح وجينا يا حبايب. يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب. اشوف لكل الحبايب يوم فرح زايد يا يا ليل. خليك صاحي يا عريس ما تنامش. خليك صاحي يا عريس ما تنامش. الليله من عمرك ما تتعوضش. خد من العروسه يا جميل واديها. خد من العروسه يا جميل واديها. واشرب كاسات الفرح ولا تشبعش. دايماً تلاقيها. اسأل عروسك تراويسيها. في حضن قلبك دايماً تلاقيها. سمي ومن عين الحسود ارقيها. سمي ومن عين الحسود ارقيها. بنت الأصول بالمال ما تتقدرش. بعد السلام قدم له ألف تحية. انجي أبوك من بدري في الصباحية. بعد السلام قدم له ألف تحية. سمي بالله وخد بإيدك اليمين واتكل على الله. ونعم بالله. قال يا بنت اللي في الحجاب دي مظبوط؟ يعني هوان أقدر أجيب حاجة للست اللي بتقدر؟ الست الكمل اللي عايشين بخير اللي ما تكون حاجة مضمونة مجرباها في نسوان ياما. حقا يا بنتي لو حصل هحللك بقي. انا حلاوتي ردك عني يا ست الكل. انا هبقى ست الكل بصحيح لما اخلف الواد ويورث الفلوس والارض والعموديه ويقطع لسنه نسوان البلد اللي عايزين الحش. Hey!
سيليبي. اصحى يا سيليبي. سيليبي. انا بنت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوبل عواك. الله يعافيك. واحد ترى جسمه مكسر جامد قوي. لا قول يا سيليب. طيب. انا ما عرفتش الاوضه لسه. فداك فداك يا سيليب. يمكن نزل شويه. فداك يا سيليب. انا قول لي هو اهدي. ايه؟ اهدي يا سيليب. انا ده الدبانه بتاعت العيله الهرسيه اللي تثبت ان انا من عيله هريس من الموروث. ايوه. ماشي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هقوم اخد الحمام وانت حضر الفطار كده. طب اجيب لك ايه تشق بيه ريقك؟ شق ايه؟ ريقك. والله افطر والله هعمل جريمتين. ايه يا سيدي؟ ما بلاش الاوضه بس اطلع كنز شويه فانا مش واخد على كده. ماشي. انا ان كان علي اجيب لك شويه فاكهه يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجي. بوز او بنجا؟ ايه؟ يا بنت ام مصعب انت عارفه؟ انت عسل؟ انت غير ما انا هقوم انا عشان ده. يلا قوم وانا هحضر لك شويه فطير على شويه عسل على شويه بيض على شويه جبنه. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيليب. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه يا سيدي؟ لا تجيبني يا سيدي. يا بنت انت ما انت ما تسيبتش معايا يا سيدي. يا بنت انت ما تسيبتش معايا يا سيدي. ايه ده؟ كسفتني يا بنت حمود. اقعد اقعد هنا اقعد ازق برجلي. ازق؟ اسحب ولا ازق؟ ده ازق ولا ازق برجلي. ايوه ازق ازق يا بنت. ايوه بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات عيلتيها تيها يولاد الحلال. بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات الحلوة خوخة جنب بعض دوخة 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 الحلوة خوخة جنب بعض دوخة واللي يلاقيها يلاقيها يطلبنا بالحال. ولا ابوس بيك. يا جدك ايه يا سليم؟ ده والجبنه دي شفت انت الهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وهو بياكل. امال ايه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليم بي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده. مش عارفه يا سليب. هاتلي التسكته من على البلاص. سكتي؟ يلا. ايوه يا ده هات التسكته يا بنت. هات يا سليب يا اختي عليكوا على جمال. قمص قمص. ايوه مظبوطه في النص. ايوه جاي اهو. مين؟ انا علوان يا سليمبي. عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بنت جوه. قوم يلا جوه يلا. يلا انت جوه. كلام الفاضي ده. عايز ايه يا عم علوان؟ مش انا اللي عايز، جناب العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما وعدتني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت صفت مهاليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ ليمبي. اعمل ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده، ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي. قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودنك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اهلي دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. لا انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده عيب. طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي. امسك البيضه دي. ايه دي؟ دي رشوه. انا كده وش صريح يعني.
طب يا سلمبي خد البيضة وقول له ان انا جاي بديلك. ما تتاخرش والنبي يا سلمبي. لا والله تعبص بديلك هتلاقيني على طول. ما تكدنيش التحسين يا سلمبي. عيل يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيبلك تحسين تاني. يلا روح انت انا جاي بديلك. خلاص يا سلمبي اكيد فوتك بعافية. ما عاد في سخرارة. مع السلامة. عليك اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. جرب توحى اخرج يا سلمبي. تعالى يا بنت تعالى. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتصنط عليا يا بنت ولا ايه؟ بش رجلي. بش رجلك؟ ايوه بتاخذني. ايوه لا مش ده كان عايزني كده وانا بعدين بروح في وقت تاني مش مهم يتحرق يولع. ليه؟ بشتة يا سلبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بنت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده. العسل وال والشهد المكرر ده نساني كل حاجة. يا يا سلب احنا في الصباحية. ايوه يا بنتي شفت امبارح كانت عاملة ازاي الليلة؟ شفت شفت النطة اللي نطتها من السقف من البوز للبوز شفتي؟ عشان اوريك انا مرجعها اوريك النمرة تانية. طب يلا روح له بسرعة. هو تأكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك؟ ها؟ فبقت لي استأذنا عشان خاطر مراتي تشتغل خدامة عندي. أمبالي؟ نفهم في الأصول. بلك أنت العبد دي بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قولي. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. هي لحمة الحبرة انا عارفها يا فيه في المريخين عندك جوه هي اللي قافله كل الحروب دي. يا سلبي بتكلم باله كلابي. لا بلوش كلابك بلوش حاجه خالص. انا هروح له بقى. ها يلا روح. وانت جهزي نفسك هدعيلك من اللي اكاوي وكوارع حطيني نازل من اللمه. ده انت هتطلع الطاقه يا سلبي. يلا قوم. روح يلا روح للعبد. ايوه روح تعيالك يا سلبي. ايوه ويخليك لنا يا حضرة العبد ويوفقك يا سلبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سلبي وترجع لي بالسلامة يا رب. تعيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سلبي. يا رب يا سليب. يلا يا سليب. يلا 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 وجاي بقى سليب بقى وهو بيطير من عندي. يا قطاطة بتنامي ليه بقى فجأة؟ قطاطة قطاطة بقى اصحي كملي. قطاطة أنا كنت متأكد إنك هنا. إزاي؟ إزاي تخرجي وأنت في الحالة دي؟ ايه ده يا انكل هي كويسه ايه الحمد لله. انا كويسه قوي النبي يا دكتور. في ايه ده حصل مالك؟ اسماعيل ده ايه اللي جابك هنا يا دكتور؟ انا جاي امنع كارثه كانت هتحصل. عباس انا بحملك مسؤوليه حياه قطاطه وصحتها. لو جرالها اي حاجه انت اللي هتكون مسؤول قدام ربنا اولا وقدام القانون ثانيا. ايوه لازم تتعاقب بالقانون كاي انسان عادي. جزره جزره بدرة. أنا كويسة يا حبيبي. شفتي؟ ما تدعمش نفسك يا حبيبي أنا كويسة. هو في إيه؟ هو أنتوا اتجوزتوا ولا إيه؟ اتجوزنا إيه ونيلنا إيه؟ الجدعان هيقطعوا بعض عليا. والنبي أنا كويسة يا جزرة. إزاي أنت كويسة؟ إيش عرفك إنك كويسة؟ النبي كويسة. أنا الدكتور هنا أعرف إذا كنت كويسة ولا لأ. خليني اكشف على قلبك. هو يا ريما ايه ده؟ ايه حاله الانحراف اللي انت فيه ده؟ احبك انا احبك. شايف؟ بتخرف. ايوه انا عارف هتخرف ليه؟ خرجت بدري من المستشفى. يا راجل واضح انها وقعت في غرامه. غرامه؟ غرامه ده مين يا عمر؟ وده مين ده سيجازر ده كمان عشان اقدر اقع في غرامه؟ ده انا مش شبه جزر بقى. ولا ده انا ياما قعدت. كانت واقفة كده وعايزة تاخد مني بس يا دوب قطة وأنا قلت لك من حاجة. طب يلا أخت السجن مستنيك. روح برا يلا. تعالى بموتة أهو أحب أكلمك هنا كتير. أنت
قطاطة. عايز اعد من روحه. عيب يا قطاطة عيب. يا حبيبتي، على العموم انا رتبت اموري وزي ما اتفقنا ياسمين بنتي هتسافر معانا. لا انا عارف ومتاكد انك هتعوضيها عن عطف امها وحنانها ومع الاسيا الجاحده دي. ماشي يا حبيبتي، ماشي، مع السلامه. اليوم يومك يا ابو ياسر، عايزك تطبخيها. ده انت النهارده كده هتتفرتكي، النهارده كده هتتقطعي وزحتك هتبقى على اليوتيوب. ابو ياسر اهي، بين خد ياسر وابو ياسر. ايوه عزيزي، ايمان ابو ياسر، ابو ياسر، ابو ياسر. لا تخش تطبخيها يا ماسكا. مالي يا سيفا الوحفة؟ سيفا حطت الاسم الوسط من قلبي بقى يا مات بقى. النسوان اللي تابع يجوا يحبوا على ايد ستينا وتاج راسنا. يلا يا مارا، يلا يا وليه منك ليها. راح فين يا بنت؟ اوعى ايدك يا ست قطاطة، سيبيني. بنتك صباح المنوحس، لقيت نفسك تيوت، لقيت نفسك تيوت يا سيدة بنت حبيبتي. هذا سعيد طيب؟ سعيد بكل زيادة؟ مظبوط؟ ما تهمي يا ولاي. ايوه انا غيره. ايوه ودي بوسي ايديها يا قطاطة، بوسي ايدي المعلمة. حاضر. بقت احسن كتير. فرفشيها فرفشيها يا قطاطة، بس بدون مجهود. ها باين عليك شقية قوي. والنبي يا دكتور مثال، انا كنت برقص لوحدي. ها ما انا عارف، هي كانت بترقص معاكي. لا هو كان مشغل التسجيل وعمال يرقص ويعمل مزيكا. انا ايوه بترقص معاهم. الله، مش انت اللي قلت لي لازم اجاريهم؟ الله، اسمع يا دكتور. ايوه تحت امرك يا هاني. ايوه تحت امرك. انت كلامي ميرسي. بس انت حاسه كده في حاجه كده. يا ريت تسيب ايدي. تسلم ايدك. يلا بقى، يلا بقى اخرجوا بره بقى عشان خاطر هي تعبانه دلوقتي. حاضر. امرك يا هاني، امرك. يلا يلا يا دكتور. انت جاي بكره؟ يلا يا دكتور. جاي بكره؟ هو اطرش ولا ايه؟ ها؟ جاي بكره. انا فرحانه قوي. سلامتك يا امي. يا امي؟ ده يا امي منك انت، انت ايه اللي معاك يا ولية انت لحد دلوقتي؟ انت مالك انت، اخرج ولا اقعد؟ يا ام كعب محني، يا اللي دخلت علينا بالحنجر والمنجر. منجر؟ يا ميسه. انا ميسه؟ يا ميسه بتتميس على الرجاله. وحياة امك، بصي لو مسكتي بصي بكعب الجزر ده هدوبه على دماغك. يا بنت يا بنت. يا عباس. نعم. تعالي خرج البنت دي من هنا. تعالي يا عواطف. نعم؟ اخرجي يا عواطف. ماشي. ما انت ليكي حق تتسوقي عليهم. اخرجي.
هذه كانت ضربة الدم ما تيجي تحتيكي وتنططك في الأرض في الأرض. أنا هنا سيدة القصر. أيوة. العطوطة بقى عاملة إيه دلوقتي أنتِ؟ الحمد لله يا قطاطة. الحمد لله. ميرسي. بقول لك إيه؟ هي ماما فين؟ لا ماما إيه؟ إحنا نخش على الحدوتة على طول. يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي! يا نهار مش فايت! لازم تداري على عارك يا عمدة! يوعى! لا! دي كده زاطت ولعلعت وانجلت واتنفخت! مش العمدة اللي يلبس الخازوق ايه؟ ده اللي اولع فيكم كلكم وفي البلد وفي الكل كليلة! ايوه انا عارف الفلاحين هم اللي اول واد الجربوع اللي اسمه لمي. اسمع يا جلاب المامور. اؤمر يا عمدة. الفلاحين دي لازم تتربى ويتعلموا الادب. نربيهم ونقدمهم يا عمدة. انت ادعي الواد. ايوه جلابك. يقفلوا عليهم الهويس وعطشوا الزرع وبوروا الارض. حاضر جنابك يا عمدي. يسلم فمك يا عمدي. العين بالعين والسن بالسن والبعد اظلم. يلا دي حيوان انت اتحرك. خد الغفر وروحه. عايز اشفي غنيني. لازم تهدى يا عمدي. انت لسه عامل فتاة. عرقك هيطعي منك يا راجل. مالكش دعوه بعيني. الواد اللي اسمه الليمبي ضيع علينا الفطار. سيبوني دلوقتي مش عايز حد. اتفضلوا بقى اخرجوا بره كلكم. يلا بقى عايز اقعد لوحدي يا ناس. عايز اقعد لوحدي. يا سوادي يا امه. يا سوادي يا اختي. طب هنعمل ايه؟ قفل علينا غويس ومنع عننا المية اللي فيها لقمتني. طب هنقول ايه؟ انا ما عنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل. في حد عنده حاجه تانية يقول لي ايه؟ لا والله يا اخويا ما كانش ينعز. بس ادينا قاعدين اما نشوف اخرتها. ما هو احنا لازم نعمل حاجه. مش لازم نسكت على الظلم ده. لا حول الله يا رب. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا محضر له دعوه تشله في مكانه. قولوا امين. امين يا رب. ايوه كده عشان دي كلنا كلمه. طب واخرتها يا رجاله؟ سبحان الله يا سليب. الكاركتة جاية في بعدها. أما دي كل حاجة مدروسة ومتخططة. إحنا في ظهرك يا زعيمنا لحد ما تخلصنا من الاتفاق اللي بيننا وبينك. أيوه. اتفاق إيه يا سليب؟ أنا عارف. بعدين أنا كل اللي حصل بينه وبينه إنه قعد معايا وقال إن أنت هتحرر البلد. قلت له خلاص أحررها أحررها. وأنا يعني أحررها؟ يعني هتعمل إيه يعني؟ أنا عارف. هو الراجل ده أصلاً بلوش. ما بفهمش الراجل ده. مش كتر خيره ده. بدل بتقوله بوشاكرين. قوله ايه؟ بوشاكرين. بوشاكرين؟ ايوه. وده قاله انت؟ بوشاكرين. العفو. خلاص ريحت لحنيتك. ايوه. ايه الناس قاعده كده ليه؟ مش عارفه يا سيدي. هم الناس بتسوق جمعه ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام. وانت فين يا راجل؟ منو؟ تعال انجدني. اطمنوا يا رجالة اطمنوا. زي ما الزعيم الليمبي حررنا من الاحتلال الخارجي ان شاء الله هيخلصنا من الاحتلال الداخلي. يا صلاة النبي. حلاوة النبي حلاوة النبي. انا منكم منكم منكم. هو دي البطل
اللي بيجي في الوقت المناسب. ايوه بعدين يا رجاله لازم نمشي ورا زعيمنا. تعال ادر شويه الكئيبه. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عندنا حلين مالهمش تالت. قول ان احنا ندعي عليه ونشله ويجي له كساح وحصبه، يا اما تتصرف مع العمده وجبروته ده قافل علينا الميه ومش عارفين نستحمى، وده انت وسطينا اهو شامم ريحتنا. ايوه عنده حق يا سليبي، ريحته بعفدي يا هذا بن شوي. لقد حينت اللحظه والويقع بيقول ان احنا لازم نبدا ثورتنا قبل ما نموت من الريحه. ايوه صحيح صح ولا ايه؟ مظبوط تمام. على انه ممكن نموت من الريحه. ايوه طبعا بني ادم يخدر يعجن. ايوه صحيح مظبوط. احنا اول حاجه في ثروتنا دي الواقع بيقول ان احنا لازم نستبزه. ايوه نستبزه 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 مظبوط. بقول لك يا زعيم الناس دي ناس غلابه وعلى قد حالها وبتخاف من خيالها، عايزه اللي يبتدي واحنا كلنا وراه. ايوه مظبوط تمام. انا ما بختلفش معاك في القضيه، اختلفش معاك في القضيه، بس احنا يعني لازم في الاول انا بقول لك ان احنا نستبزه زي بتبتدي بالاستبزاز. ايوه خد بالك وبتكمل بقى المسيره بعد كده. ايوه صحيح. ايوه ما الفضل حي ادي هنا يا سيليبي. ايوه البلد محتاجالك. ايوه حاضر خلص. انا هحاول اجيب ليا من البلد. اسمعني بقى يلا يا سيليبي. ما خلصت بقى ترد قوي. الله يا هاند شوية العتيقة. ايوه يا هاند شوية الكئيبة. ايوه لقد حينت اللحظة اللي الويك عبد الله يقول ان احنا لازم نسطر التاريخ. ايوه صحيح. ليه بقى؟ لان اللي مالوش قديم ايوه مالوش جديد. ايوه مظبوط زي بالظبط كده اللي مالوش ماضي ايوه مالوش حاضر. ايوه والواقع بيقول دلوقتي بيعدينا في بعض. ها انه انا انتم وانتم انا تمام. مين الحمار فينا بقى مش مهم. ونبقى لنا ايه لنا كده شمخه في الكلمه خد بالك. والواقع بيقول انه لا للظلم. ايوه طبعا. ايوه والواقع بيقول لا للحريه ولا للابجيه. ايوه اهم حاجه دي. ولا للفقير. ايوه ولا للغني. ايوه والله الغني. ايوه يا رجاله يلا بينا يا رجاله. ولا لكم تعالوا من هنا مش ده بيودع على هناك برضه. يلا بينا يا رجاله. Thank you.
مبروك مبسوط تعال هيا يا حاج الله شايفه الناس مبسوطه قد ايه باينك الناس بتغرق يا سيدي ايه بيغرق ولا ايه لا والنبي ايه ربنا يربي يا نهار اسود معلش يا رجاله كل ثوره وليها ضحاياها الفتحه على اخواتكم الفتحه كفايه يا لبي والان ايها البلد الان حان موعد الموجه الثانيه من الثوره اتفقنا يا فتحيه انا هنا يا عدي بسمعك وبتعلم منك يا لبي لا يا لبي لبي ايه ده وما فين ما فينش لبي لا ده كان سفان انما ده بيت دلوقتي بقيت مرات الزعيم يا نهار الصح ده حبك قوي يا بنت والله وانا بحبك يا لبي انا كمان بموت فيك بس انا خايف الثوره تروح في اتجاه تاني الوقت واحنا مع بعض كده اهتف اهتف يا زعيب ايوه زعيب ايوه هاتف طب اهتف ورايا يا فتحيه يسكت يسكت حكم العمده يسكت يسكت حكم العبده عبده يلا يعني اذا كان سلبي مش هتبقى عبده يسكت يسكت حكم العمده يسكت يسكت حكم العبده يسكت يسكت حكم العمده يسكت يسكت حكم العبده يسكت يسكت حكم العمده 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 انتي عارفة يا ابو تدري اني بقالي 30 سنة عمدة دنشواي ابا عن جد عمري ما حسيت اني مالي مركزي قد اليومين دول ايوه امال هم حيلاقوا في البر كله عمدة زيك ده انت مراعي مصلحة اهل البلد كلهم اخر حاجة حتى الانجليز شايلهم على كفوف الراحة ما هي دي الشطارة ازاي تنيم اللي قدامك على الجنب اللي يريحه بس بقى على الله تعدني من ضمن اللي عايزين يرتاحوا ايه انت هم ارتاحوا واخر غندره يا مبطرخه يا عمدي يا عمدي ايه يا زفت انت في ايه البلد هيجان عليك وعلى افعالك الهبله اني افعالي هبله يا ابن الهطله غور نجيب حشاكتك ده يا فمك ده كان زمان انما سلمبي فنج العنينة ونورنا يا حراميه اخرس انكشح يا واد بدل ما تخك هنكشح وهغور وادي حاجتكم اهي انا هنضم للمعارضه غور يا ابن السرمه هتشوفوا ايام سودي غور يا ابن السرمه من هنا جبريل والله يقطع خبر امك ايه ده يا عمدي الواد الليمبي فتح عينين الفلاحين علينا يكونش يصدق انه زعيم بصحيح انت لازم تتصرف يا عمدي طب والعمل يا مي تدري وهي دي تفكاره ما تتصرف قبل ما تبقى هزو لا قطع لسان اللي يقول عليا كده الموضوع ده لازم يخلص الليله ارميه من فوق والليله يا عمدي طب افرضي انه وقع وما ماتش
والليمبي قرره وعرف منه سر الكنز علشان تطمن تخه قبل ما ترميه. ارميه منين يا ولية؟ يا لهوي يما، هترميه من فوق الحصيرة يا راجل، من فوق الدار. يا ساتر عليك، ده انت مرة سو بريه من شرك. قوم يا راجل. حاضر، اديني غاير في 60 داهية. راجل بلط. يسكت يسكت حكم العمدة. 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 انزل يا عبدة عشان تشوف الموجة التانية من الثورة. الناس ايه؟ مش مشيت. الناس مشيت. فين الناس يا بنت؟ الناس مش عارفة يا سليم، بس ادي معاك. معايا ايه؟ الناس اللي مشيت دي ايه؟ فلول ولا ايه؟ ايوه فول، نفسي في فول. ايه وفحلين بصل. بس وقرنين بس بس فاهم. جوعت جوعت يا سيدي. انت جوعت ايه؟ جوعت من الهتاف. هتاف ايه؟ ده انا اللي طلع من امي اللي جابوني. احنا الوقت الثوره باظت خلاص. ايوه الثوره فكرتي. يلا اهتف اهتف يا سعيد اهتف. ادي سخنت. سخنت ايه وانت هتشوط البلد؟ ايه سخنت؟ انا تعبت بقى بهتف من اول البلد. عيب انت سعيد اهتف يا ستي. مش هتنامي على عيني اللي جابوني؟ هتفت خلاص. بس بس يا سيلبي خلاص خلاص. يسكت يسكت حكم العبد. يا لمبي ايوه هريس اهو. مش هو ده سبب نزولك البلد؟ ايوه. مش هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه. وماله؟ خده بس جثه. ما تموتنيش يا عمدي، انا اعمى. اخرس يا كلب. هريسة جدو. إيه؟ جدو انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه اللمبي. انت اللي كنت بتطبل على الطبلة؟ الحمد لله الحمد لله. هي دي البشارة، اللمبي بيطبل على الطبلة. ايوه زي ما قالولنا. وكمان الدبانة الحمراء هنا على كتفي. انت اللمبي. ايوه أنا مبسوط قوي. ايوه انني فتحت قبل ما اموت. دونك وهقول لك على سر الكنز. قول. ايوه بس مش هقوله لك هنا. امال فين؟ هقوله لك هناك تحت الشجرة. هتقوليلي هناك تحت الشجرة ازاي يعني؟ فين الشجرة الشرقية؟ عارفاها. انت عارفة الشجرة الشرقية؟ ايوه ايوه خلاص ماشي. الشجرة دي ليه فيها ذكريات. أيوة. كنت بقعد انا وستك هناك وناكل برتقال. ناكل برتقال. الله يرحمها. الله يرحمها. هي فين دلوقتي؟ ماتت. لا والله. هي السبب في ضياع عيني. كنت احذفها بالبرتقاله. كنت احذف لي بالبرتقاله. ايوه وفي ساعه تجلي حذفت لي البرتقالتين. ضيعت عيني بس كان عمى مؤقت. الله يرحمه. خلاص كنت تحت الشجرة بقى. سد معايا فتحية. خد يا سيليبي. يلا يا اخوي. سد معايا فتحية. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يا اهل البلد يا اهل البلد. يا خلق يا شهادة. ابو الحاج هريسي بيفرفر وشكله هيموت دلوقتي اهو. يلا يغور قبري يلم العفش. ده عاد يتسلف من كل واحد فينا النيكلة والسحتوت لحد ما بيعنا هدميتني. يعني ايه يا فلاحين؟ هنسيب هريسه ده يموت كده من غير ما يقول لنا مكان الكنز فين وفين خباه؟ يا نكدي احنا نروح كلتنا كده ونكتم على نفسه لحد ما يقر مكان الكنز ده فين. ايه يا سخام الطين اللي انت بتقوله ده؟ نروح كلتنا ونكتم على نفس بيقول لك بيموت بيفرفر. هنعمل في ايه تاني؟ امال هنعمل ايه بقى يا سهار؟ الله يخرب بيتك خرعتني بالراحه مسروره.
انا عندي الحال. ايه اكيد الاكيد هريسه دي وهو بيودع هيقول لابنه ضناه عن مكان الكنز. يا سلام كلامك فطير مشلتت يا حاج. ده كلام موزون بصحيح. هو ده الكلام يا مهضم. يبقى احنا نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز فين وساعتها اخده لوحدي. قصدي يعني اخده لوحدي وبعدين اقسمه علينا بالتساوي. والله كلامك فرص بعجوه يا حاج. كلام موزون بصحيح. الله يفتح عليك يا مهضم. يبقى مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي. براو عليكم يا رجالي. يلا بينا. على فين؟ الله يخرب بيوتكم. على الليمبي وهو بيسمع من هريسة مكان الكنز يا بهاي. يلا بينا. يلا. ده مهلك يا جدي. ده مهلك يا جدي. انزل. انزل حط لك حجر اهو. انزل ريح. ايوه. طب وبعدين يا سيدي؟ اللي بعدين ادينا قاعدين بقى لما نشوف اللي هيحصل فيه ايه. يا عبدي انا خايفه. بس بنت بس بنت العلامه بس العلامه العلامه بتاعت الكنز بس. الو ايه سليب؟ مفتاح الكنز. مفتاح الكنز. ما كدبتش ما كدبتش يا سليب. وصفه الكنز كبار. انتوا مالكم متاثره قوي كده ليه؟ يلا بينا بقى عشان نروح نمشي بقى. يلا. لا يا سليبي لا بقدرش بقدرش اسيب ابويا وابي ملهمش غيري. يا بنت ابويا وابي ايه يا بنت؟ بقول لك المشاعر الدفينه دي ملهاش مكان عندنا في قلب الحته اللي انا جاي منها. يلا بينا نخلع. يلا. بقدرش بقدرش يا سليبي. مش انا اللي ابيع اهلي. انا بالبلد دي بلد ابويا وجد جدي. انا مصريه. برافو واحد وقوي. يلا بقى خلاص. روح روح يا سليبي. طب حروح عشان خاطر سليبي دي. ايه يا سليبي؟ ايه يا سليبي؟ ادوه الليمبي ده. ادوه الليمبي ده. هيا عايزه هنا. وحياة امي لربيكي. هاتوا الليمبي الكلب ده. فتحية! فتحية! قطاطة بقالك ساعة في الحمام بقى. افتحي. مين؟ هو أنا كل ما خبر تقولي لي مين؟ أنا لميس. لميس؟ أيوة. خميس مين؟ خميس. أيوة. اللي جابك إيه يا ولد يا خميس ببيوت الناس المحترمة دلوة؟ يحبسك. يا قطاطة أنت بتشوفي ناس إحنا ما نعرفش عنها أي حاجة. خميس مين؟ أنا لميس. لميس. يا زهر. أيوة. يا زهر. افتحي يا قطاطة. أيوة ربي جيزة. شديدة عبادة يا أختي. والله؟ الريحة دي. دي كذا. أنت بتشربي سجاير؟ أنا عشر رجالين؟ أنا عشر رجالين؟ أمال إيه اللي على الأرض ده؟ أسمعها ده البتاع عواطر. عواطر؟ البتاع عواطر بتيجي ترمي البلاستيك بتاع الزراعة ده. كدابة كدابة. نوتي قطاطة نوتي قطاطة. نوتي قطاطة؟ آه. أنا قلت فين؟ يعني أنت وحشة. أنا والنبي وأنا وحشة. بنتي بقول لك عواطر مني بتعمل كده معاها. مفيش أكل ومفيش شرب تاني. لا أنا عايز آكل. عايز تاكل إيه؟ أنا عايز آكل بطاطس. بطاطس؟ بطاطس انا بحبها. طب اروح اشوف في بطاطس ولا لا؟ ماشي وكذا وقول لي وقت خميس نجيب بطاطس جايه تاني؟ ايوه عشان عايز اشرب سجاير داخل المسابقه. طب بصي هنزل اشوف السجاير والبطاطس على ما انت تحضري لي حدوته. ما حضرتك حدوته في الحمام. ماشي ما انت كنت لسه في الحمام. انا هشرب سجاير بقى. ماشي؟ ماشي يا قطاطه. سجاير واحده بس. هي هبطلها. ماشي. بس هتديني علبتين. ماشي ماشي. يدو
يومي 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 ازاي رز ازاي ازاي يومي يومي ازاي اصحب ادراني او ديري طبعا. يا قطاطة قطاطة افتحي بقى بليز قطاطة. جدو جدو جدو. أيوة. يا عواطف. ايوه يا حبيبتي. تعالى يا جدو الحق. تعالى تعالى. نعم. قطاطة بقى لها نص ساعة مش قادرة تفتح الحمام. يا نهار اسود. ايه قطاطة اللي في دماغك ده مش هيحصل يا قطاطة. افتح الباب احسن لك. انا هفتح الباب. ها هفتح الباب اهو يا طاطا. طب ما الباب مفتوح. ماشي يا جدو بس ما اقدرش افتح. افرض مثلا قاعد على التواليت. طب خش انت عشان عيب منا. يلا طاطا طاطا. يا نهار اسود جدك من بكره هيبقى شويش. البنت لسه صغيرة صغيرة صغيرة. أمي لسه صغيرة صغيرة صغيرة. عالمية يا قطاطة حرام عليك. احنا قلبين عليك الدنيا اتخضتينا. لا ما تخافيش يا موسى. لأن أنا قمت في الترعة دي زمان. كنت أنا بغطي مني عند الترعة دي. رح نازل عند بيتنا في تحت الكمالين الراس. نعم. بقلع. نعم؟ أعمل إيه؟ إيه ده بنزل المية حلوة أوي النهاردة. مجنونة دي ولا إيه؟ جدو من فضلك ما تكلمهاش كده. اتفضل خش جوه. إيه ده أنت معاك حد هنا يا لموسة؟ نعم؟ أنت بتستقبلي يا ولية أنت ولا إيه؟ جدو من فضلك قلت لك ادخل جوه. بقولك إيه خليني أمشي عشان أنا عايز ألبس المايو قطعة واحدة. ما أعرفش ألبسه قدام الصبيان. صبيان؟ حاضر حاضر. حاضر يا أنسة. أشنطي. تفضل. شنشنطي. بأزرع. البنت لسه صغيرة صغيرة صغيرة. الحب لسه صغيرة صغيرة صغيرة. معادة.